الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي مشاهدي القناة الثانية وحياكم الله، نلتقي معكم على بركة الله تعالى في جلسة حوارية مع الأخوة المرشحين ورؤساء القوائم لانتخابات مجالس المحافظات. وقبل البدء نقول هناك وصية لأمير المؤمنين سلام الله عليه إلى واليه على مصر قائلا: فاصطفي لولاية أعمالك أهل الورع والعفة والعلم بالسياسة، وألصق بذوي التجربة والعقول والحياء من أهل البيوتات الصالحة أهل الدين والورع. نعم مشاهدين الكرام، صدق أمير المؤمنين عليه السلام، فإنهم أكرموا الناس أخلاقا وأشهدوا لأنفسهم صونا وإصلاحا وأقلوا من المطامع إشرافا وأحسن في عواقب الأمور نظرا من غيرهم، فليكونن عمالك وأعوانك. نعم أعزائي المشاهدين، أنا وضيفي وزميلي أستاذ حيدر نرحب بضيوفي الكرام، كل من الأستاذ زهير أحمد أبو دقة الخفاجي على قائمة أو رئيس قائمة ائتلاف المواطن، وكذلك السيد محمد الموسوي رئيس قائمة أمل الرافدين، حياكم الله. وأيضا نرحب بالأستاذ حسن فلاح حسن عن قائمة اللواء، وأيضا أرحب بالأستاذ جاسم الفتلاوي عن ائتلاف الأحرار، حياكم الله. نرحب بكم جميعا ضيوفنا الكرام في هذا اللقاء، وإن شاء الله هذا اللقاء وهذه الجلسة تصب في خدمة مدينة كربلاء المقدسة بإذن الله سبحانه وتعالى. نبتدأ مع الأستاذ زهير أبو دقة عن قائمة ائتلاف المواطن. نعم أستاذ تفضل بالمايك. نعم مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، حياك الله. احنا أولا نبارك للجميع الذين يخوضون هذه الجولة الإعلان والتنويه عن برامج الأخوة المرشحين والقوائم، وإن شاء الله هذا يعني هذه ظاهرة حضارية وظاهرة صحية في المجتمعات، موضوع الانتخابات. صح. أريد أولا نتعرف على ائتلاف كتلة المواطن، كم عنوان دخل ضمنه وطبيعة البرنامج الانتخابي؟ دكتور لو سمحت، بداية نحتاج نحن نحتاج وأيضا السادة المشاهدين نبذة تعريفية عن جنابكم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التحصيل الدراسي لو سمحتم. سيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. زهير أحمد عبد الأمير أبو دقة الخفاجي من محافظة كربلاء ومن بيوتاتها إن شاء الله. بكالوريوس علوم فيزياء وحاليا مرحلة ثالثة قانون. عملت في السلك التربوي ووصلت إلى معاون مدير إشراف التربوي في محافظة كربلاء عام 2008-2009، ثم نسبت مدير عام للدار الاقتصادية في مؤسسة الشهداء، ومنها عام 2010 تقاعدت بدرجة مدير عام. حاليا أشغل منصب مسؤول المجلس الأعلى الإسلام العراقي فرع كربلاء المقدسة. الأعمال اللي قمت بها خلال هاي الفترة، بدأت من معلم إلى مشرف تربوي إلى مدير عام في مؤسسة الشهداء، وكنت في عام 2004 نائب رئيس مجلس المحافظة في ذلك الوقت. كم يبلغ عمركم؟
أنا من مواليد 1951. ائتلاف كتلة المواطن أستاذ زهير، كم كيان دخل ضمن هذا الائتلاف؟ ائتلاف المواطن يتكون من الكيان الرئيسي هو كتلة المواطن بأجمعها، المجلس الأعلى والجهاد والبناء وتيار مؤسسة شهيد المحراب والتجمع الأمل، وإضافة إلى ذلك ائتلف معنا مجموعة من الأخوان تجمع العشائر المستقل برئاسة الشيخ عباس علوان الهر، وكذلك القائمة بدأنا السيد البولاني، والمؤتمر الوطني للدكتور الشلبي بلي، والمرشح من الشيخ جمال الوكيل، وكذلك منظمة العمل الإسلامية العراقية. إذا نتحول إلى السيد محمد الموسوي رئيس مجلس محافظة كربلاء للفترة الحالية، سيدنا تعريف بشخصك الكريم، سيرة ذاتية، والقائمة تنويه معلومات عن هذه القائمة. شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة. طبعا المرشح محمد حميد الموسوي من مواليد 1965، كلية اللغات، بكالوريوس اللغات قسم الألماني. طبعا هو رئيس قائمة أمل الرافدين، اللي هي هذه طبعا تمارس الانتخابات ثاني مرة، هي قائمة مستقلة. طبعا في هذه الفترة يعني منذ السقوط ولحد الآن، أنا كنت عضو مجلس محافظة، قبلها كنت عضو مجلس قضاء، وأيضا كنت رئيس هيئة اجتثاث البعث في محافظة كربلاء المقدسة. الآن يعني هذه الدورة الأخيرة رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة، يعني إن شاء الله احنا عملنا في هذه الفترة مع الأخوان في مع الكتل، بقية الكتل، يعني شعارنا أن نحافظ على الجو الديمقراطي اللي نعيشه في البلد، اللي هي ممارسة جديدة، وإن شاء الله سوف تستمر مع ما أكو بعض الأمور اللي هي تحاول تعيق العملية الديمقراطية، بس إن شاء الله نحن مصرين مع الأخوان في سبيل نحافظ على هذا الجو الديمقراطي. المرشحين دخلوا وياكم ضمن قائمة أمل الرافدين؟ نعم، حاليا نعم، يعني 50 مرشح، وطبعا قسم من عندهم أعضاء مجلس محافظة سابقين، وأيضا خلينا على قسم من عندهم أكاديميين، وأيضا من كل الشرائح اللي موجودة في المجتمع. إن شاء الله راح أرجع نرجع لك سيدنا بعد من ننتقل للجماعة، حنتسألك بخصوص شون انتقيتوا الشخصيات وضفتهم بالقائمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لا المايك عفوا موجود يمهم مايك. أهلا وسهلا بك أستاذ فلاح. بداية نشكركم شكرا جزيلا لحضوركم ويانا، وأيضا نتمنى الشفاء العاجل الأخ سيد يوسف الحبوبي، لأنه هو بلغ جنابكم أن تحضرون مكانه. بداية نحتاج تعريف باسمكم الكريم، وأيضا تحدثنا عن القائمة وكم عدد مرشحيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بالمناسبة أبلغكم يعني اعتذار جناب السيد يوسف بصراحة بسبب سوء الحالة الصحية، مثل كيان اللواء قائمة فلاح حسن عطية الياسي، مواليد 71، بكالوريوس قانون، عملت بعد محامي من قبل السقوط، من 92 تقريبا إلى السقوط، ثم رئيس مجلس قضاء عين التمر عام 2003، ثم عضو مجلس محافظة كربلاء للدورة 2005-2009. قائمة اللواء تضم 54 مرشح تم اختيارهم لتمثل الطيف الكربلائي بمختلف مناطقهم، حقيقة تميز بها الكفاءات، وكذلك مثلت تقريبا عموم المجتمع الكربلائي. هدفها إن شاء الله المشاركة بالعملية السياسية والتعامل والعمل بشكل مشترك مع كافة الكتل السياسية. نعم. كم عدد مرشحين؟ عدد المرشحي القائمة 54 مرشح بكافة يعني عناصره، سواء كان ممثلين عن الرجال أو الكوتة النسائية. نعم. إذا ننتقل إلى الأستاذ جاسم الفتلاوي، رئيس قائمة ائتلاف الأحرار في مدينة كربلاء المقدسة. أستاذ جاسم حياكم الله، تعريف بالسيرة الذاتية لجنابك ومعلومات موجزة عن قائمة ائتلاف الأحرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. في البدء نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا وللمشاهدين الكرام من أهالي كربلاء المقدسة للتعريف بالمرشحين، و يعني نتمنى كل الفضائيات تتيح هذه الفرصة، وأيضا التعريف بطريقة الانتخاب، لأنه لا زالت لحد الآن طريقة الانتخاب وآلية الانتخاب غير واضحة لدى المجتمع، والمرشحين يعرفون بأنفسهم ولكن يهملون التعريف بآلية الانتخاب. المرشح جاسم عبد محمد حبوب الفتلاوي، رقم 1 على قائمة الأحرار، بكالوريوس علوم اجتماعية كلية التربية بغداد، عملت مدرسا في معهد اعداد المعلمين قبل ان ارشح لمجلس المحافظه، والان عضو مجلس محافظه حاليا، مواليد 1968. كم عدد المرشحين في قائمه الأحرار؟ هو يعني القائمه كامله 54 مرشح، قسم من المرشحين المستقلين وقسم من الاحرار. الاليه التي تم وضع صفة القائمه اللي تحملها يحمل عنوان الأحرار، هل هي ضمن جميع مختلف أطياف المجتمع العراقي أم ركزت على التكنقراط؟ القائمة قائمة التيار الصدري، ضمت عدد من أبناء التيار الصدري وعدد كبير من المستقلين من مختلف الكفاءات والنخب الاجتماعية، وتوزعت على عموم المحافظة بأقضيتها ونواحيها والمركز كذلك. نعم. هسه احنا نحاول أنه أن وجه أسئلتنا إلى الأخوة. دكتور قبل البدء لو سمحت، هناك تنوين أحب أن نوه للأخوة المشاهدين، الكثير قبل قليل تحدث الأستاذ جاسم آلية الانتخابات وهل سوف أصوت أم لا، وما الذي قدمه الموجودين الآن في الحكومة، هل سأذهب لأنتخب أم لا؟ وهذا راح يكون الأسئلة أعزائي المشاهدين موجهة إلى الأخوة السادة الضيوف اللي لهم دور مسؤولية خلال الفترة يعني الحالية. نعم. مثل الآن من ضيوفنا الموجودين السيد محمد الموسوي رئيس مجلس محافظة كربلاء لهذه الدورة، والأستاذ جاسم الفتلاوي باعتبار عضو مجلس محافظة كربلاء، وأيضا سيد يوسف أيضا شارك في العملية. نعم نعم، ممثل عنه، لكنه خلي نعم. نعم يقول عفوا سيدنا، لربما نسمع من قبل أخوة المواطنين أنه بعضهم يقول حصل لدينا يعني إحباط لأن نذهب ونتحدى الإرهاب وننتخب، ولكن نتائج الانتخابات أخرجت لنا شخصيات ما أدت مسؤوليتها على مستوى الخدمات، على مستوى المشاريع، ما هو تعليقك على هذا الأمر؟ طبعا هذا السؤال أعتقد دائما طرقوا الإعلام وأيضا الحديث في الشارع. طبعا تدري المنافسة هي منافسة شديدة، يعني مع الأسف الشديد، ومرات تكون المنافسة مو صحيحة ولا واقعية، وتحاول تسقيط الآخر. يعني احنا خلينا نكون واقعيين، احنا لازم نحكي وجدان بأنه عندما تنتقد شخص أو تنقد شخص لازم أنت تعطي المبررات النقد. يعني مثلا يقولون في مدينة كربلاء ما عملوا الأخوان، أنا أقول لكم أن إحنا عندنا أدلة واقعة بأنه كان عمل كبير في محافظة كربلاء، والدليل ذلك على أنه الميزانية في سنة 2008 و9 و10 و11 وحتى 12 اللي هو صار الميزانية اجت متأخرة، هم من صرفة الميزانية بالكامل بس من رخصة. تحدث عن الميزانية. نعم. هناك من يلقي اللوم على المجالس، أعضاء مجلس النواب عندما يطرح عليهم هذا السؤال. نعم. يلقون اللوم على عاتق مجالس يعني المحافظات. نعم. أعضاء مجلس يعني المحافظات يعني يلقون اللوم على يعني النواب. يعني أنا هسه كربلاء. نعم. نعم. مدينة كربلاء. نعم. يعني شوف احنا اذا تجينا ميزانية محددة، انا عدي اليوم بجيبي 100,000 دينار، وانت رائد من عدي 200,000 دينار، منين اجيب لك 100,000 الباقية؟ ميزانية كربلاء احنا من البداية، يعني الاخوان موجودين، يمكن حتى استاذ فلاح واستاذ زهير واستاذ جاسم، دائما نطالب مدينتنا باعتبار هاي المدينة هي يعني عليها ميزانية كربلاء. ميزانية كربلاء ما تكفي مشروع واحد، يعني أنا أقول لك أول سنة
كانت أول سنة في مدينة كربلاء أجتنا 85 مليار. يعني 85 مليار مشروع بسيط من المشاريع. القيمة التخمينية اللي برأيكم حتى تتناسب مع مدينة كربلاء يعني كم؟ يعني لو تسألني عن مدينة كربلاء، هذه دهوك اللي هي مدينة أصغر. لا تقيسنا على كردستان سيدنا، قيسنا على محافظات. أنا أقيس لك إلى الميزانية العامة، بس من رخصتك أنا أقيس لك على الميزانية العامة. ميزانية العامة للبلد يعني ميزانية انفجارية، الحمد لله والشكر توصل 120 مليار دولار. هل معقولة إلى محافظة مثل محافظة كربلاء المقدسة، وهاي حكيناها بالإعلام، حكيناها برئاسة الوزراء، أنا انسحبت من رئاسة الوزراء وبعد ما اجتمعت وياهم سنة كاملة، لأنه بسبب الميزانية والتقصير والإهمال لمحافظة كربلاء المقدسة، وبعد ما اجتمعت وياهم لأنه ملينا من الكلام. يعني ما معقولة هذه المدينة اللي يطبلها 15 مليون زار. أنا أسألهم، أنا بس أسألك سؤال، أنا أسألهم البرلمانيين اللي يتحدثون، أقول لهم أنتوا من خلال هذه المدينة، مو البرلمانيين، كل السياسيين بالعراق يقدرون يستفادون من مدينة كربلاء سياسيا، عيفنا شرعيا من مدينة كربلاء سياسيا، من يطبون كل الشيعة في مدينة كربلاء، هم من يشوفون عمل وشوفون فتشي مرتب ينعكس على كل الحكومة. يعني معقولة انت هاي المدينة، مدينة كربلاء المقدسة اللي هي عليها حمل الزيارات والعبء والكبير، يطوها 100 مليار او 85 مليار او 200 مليار، شنو قيمتها هاي؟ سيد عفوا جنابكم انتو تمثلون اعضاء مجلس محافظة كربلاء، انتم يعني الجهة التشريعية. نعم. هناك يقال بأن الميزانية لسنة 2012 قد أعيدت للحكومة المركزية. نعم أنا راح أعطيك. هل صحيح؟ نعم أعطيك بالتفصيل. لماذا أنا راح أعطيك بالتفصيل الميزانية شلون انصرفت لسنة 2012. الميزانية طبعا انقرت الشهر السادس، يعني كل الأخوان يدرون ما شاء الله البرلمان الشهر السادس صوت على الميزانية. يعني نص السنة راحت. نعم نص السنة راحت. طبعا حالة المشاريع تدري بيها شلون تتم، مو بس الكشوفات وعرقلة الكشوفات وبعدين للإعلان وبعدين المهم آخر جلسة صارت الشهر الـ11 بعد ما الأخوان الأستاذ جاسم والأخوان وكل الأخوان الموجودين. بس من رخصتك خلنا نكمل، لا. وبعد الفاصل نكمل معك موضوع الميزانية. نعم. لأن هذا موضوع مهم، جزء تسمح لنا إن شاء. نعم. الله شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل وسوف نكمل معكم هذا الحديث، ابقوا معنا حياكم الله. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك. موطني 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 الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء. أحبتي المشاهدين عدنا إليكم بعد الفاصل لكي نكمل معكم هذه الجلسة الخاصة عن انتخابات مجالس المحافظات وبالخصوص في مدينة كربلاء المقدسة، وأكمل ما بدأت به مع السيد محمد حميد المسوي، ووصلنا بالتحديد إلى النصف الآخر عندما صوت مجلس النواب. طبعا بالمناسبة يعني تعرفون بأنه دور المجلس هو دور
تشريعي ورقابي، يعني هو يصادق على الميزانية ومن ثم منفذ الميزانية هو السيد المحافظ. مباشرة بعد ما اجت متأخرة الميزانية في الشهر 11 تقريبا، استاذ جاسم موجود والاخوان في المجلس، طلبنا بانه نسمع من السيد المحافظ ايش قد انصرفه من الميزانيه. طبعا حقيقه احنا البارحه وجهنا دعوه للسيد المحافظ بس امتنع، قال انا يعني ممكن اجلس وحدي. نعم. بعد احنا سالنا السؤال هو يجيب عليه. فالمهم من صار حديث احنا طالبناه بانه ايش قد صار في الميزانيه، اتطرق بانه صار في اكثر من 35%. أنا سألته والإخوان سألناه قلنا لش قد بها إمكانية أن ترجع الميزانية وتتداور، قال يعني أعطيكم 60 أو 70%، قلنا له لو تعطينا 99% يمكن أستاذ جاسم أنت حاضر، همات إحنا ما نأمن بالموضوع. مباشرة حولنا المبلغ إلى استملاكات العتبة الحسينية العباسية، أعتقد المبلغ هو 100 مليار دينار عراقي، حولنا الى استملاكات العتبة الحسينية بعد نعم 200 مليار رصدنا لهم، 100 مليار على سنة 2013 و100 مليار صرفناها مباشرة طلعت من جيب المحافظة الى العتبة العباسية، فاعتبرت انجاز. الان الانجاز في محافظة كربلاء صرف الميزانية وصل الى 93.7%. الميزانية نعم نعم. اذا سيدنا نتحول إلى الأستاذ جاسم الفتلاوي باعتباره أحد أعضاء مجلس المحافظة لهذه الدورة، وهل تؤيد ما قال رئيس مجلس محافظة كربلاء؟ ولماذا السيد المحافظ بعد انقضاء الفترة المحددة قام بإرجاع الميزانية ولولا تداركات يعني لم يرجع يعني هو، ولكن كان من المفروض أن يرجع؟ نعم. أي تدارك تداركها المجلس محافظة كربلاء؟ يعني أنا قبل أن أجيب على السؤال أعيد أو أنفي أقول بهذا الشكل، نحتاج إلى إعمار المحافظة عنصرين، المال والكفاءة، وإذا كانت معايير الانتخابات كما ذكرت في وصية أمير المؤمنين عليه السلام الكفاءة النزاهة من أهل الورع من البيوتات الصالحة من النزهاء من أهل الكفاءة في السياسة أن يكونون عمال. أحسن. الآن ما نشاهده في محافظة ميسان، محافظ جايك إلى هذه التجربة، إذا كانت هذه المعايير فأعتقد بالإمكان وفق هذا المبلغ الذي خصص إلى كربلاء سننتقل بكربلاء إلى مدينة حقيقة تختلف بالكامل، أنا أقول بالكامل أعلى من نسبة 100% عن الواقع الموجود حاليا. أما إذا كانت المعايير كما لاحظناها في الفترات الماضية في الدورة الماضية وفي هذه الدورة للأسف بعض الأساليب الانتخاب على أساس التعيينات التي تأتي حصرا في أيام الانتخابات، 4 سنوات المواطن الكربلائي الشاب يجلس عاطل عن العمل، في أيام الانتخابات تأتينا التعيينات والقوائم محددة بالجملة، توزع البطانيات وللأسف يعني يستهزأ بأصوات الناس، تأخذ الأصوات بالبطانيات بالكارتات، وفي هذه الدورة الكثير محرم الكثير من الأخوة بدأوا يوزعون الكارتات والدراسات على هاي نقطة مهمة. نعم. يعني أكو ممكن من المرشحين يمارس أساليب هذا نوع من أنواع شراء الأصوات، الكثير من القوائم والكثير من المرشحين الآن بدأنا بالشارع، هناك فتاوى صريحة. عفوا دكتور، سيد محمد تحدث بالبداية قال هناك يعني هناك مبارزة صريحة، منافسة غير فتاوى صريحة من قبل المراجع الدينية يحرم حرمة شرعية لكل من يحاول أن يشتري صوتا أو يبيع صوته. المعيار حسب ما تفضلوا المراجع الكفاءة واللي أكفى والأصلح لخدمة الناس، هذا المعايير التي وضعها أمير المؤمنين لقيادة البلد. فيفترض أنه الآن بالمواطن يترك هذه المعايير، يترك هذه المعايير التعيينات التراكسودات البطانيات الكارتات شراء الأصوات شراء الذمم الوعود، يقسم على كلام الله أنه أنت تنتخبني وأنا عينك، هذه إذا تركناها ننتقل بالمحافظة إلى تجربة أعتقد جديدة، وننتقل إلى ناس أكفاء يقودون مجلس المحافظة، ولنا إحنا يعني ككتلة أحرار عندما أحسن أهالي ميسان الاختيار في الدورة الماضية وفي هذه الدورة، اليوم الكل يتحدث عن ميسان خلال 6 سنوات، في الدورة الماضية 4 سنوات للأستاذ عادل مهودر الآن معالي وزير البلديات، وسنتين من عمر هذا المحافظ الموجود الأستاذ علي دواي، 6 سنوات انتقلت ميسان من مدينة يعني مهملة أكثر من كربلاء 10 مرات ومنطقة منخفضة
الان محافظه ميسان لنا. عفوا استاذ انت لا تكون هناك دعايه انتخابيه لشخص او اسم. هل هناك سؤال يطرح نفسه؟ هل يعني لا يحتاج دعايه انتخابيه الى عفوا انا نعم نوضح الصوره يعني. هل العمل عندما ننشئ مجمع سكني او ننشئ حديقه او متنزه هل العمل يكمن على شخص واحد ام يحتاج تكاتف كل الايادي؟ بالتاكيد العمل يحتاج الى تكافؤ كل الايادي واسناد من مجلس المحافظه الى المحافظ، ولكن يعتمد على صاحب القرار الاول للمحافظ عندما يكون في لجان التحليل وفي فتح العطاءات وفي الاحالات في البدء. هذا الخطوات الاولى للمشاريع. اذا كانت كربلاء من سببه الكثير من المشاكل في محافظة كربلاء، قسم منها على المجلس وقسم منها على الحكومة التنفيذية. عفوا قبل قليل تحدث قلت أن المحافظ محافظ ميسان قام بدور إيجابي، والآن تحدثت قبل قليل قلت أن المحافظ يعني هناك أغلب الأمور يقودها المحافظ اللجنة العليا للمحافظة. بالتأكيد بالتأكيد التجربة خلال 6 سنوات في ميسان انتقلت إلى محافظة ثانية تختلف عن الواقع الخدمي. أما اليوم في كربلاء لمدة 8 سنوات لم نرى التغير الذي يليق بمحافظة كربلاء كمدينة مقدسة يفترض أن تكون الأولى بين المحافظات. أعتقد إذا انتقلنا في هذه الدورة إلى هذه المعايير في الدورة القادمة ستكون كربلاء تختلف. الميزانية كافية جدا إذا وضعت خطة لمشاريع محافظة كربلاء، مشاريع استراتيجية وبالتعاون مع الوزارات الخدمية. أعتقد بإمكاننا أن ننتقل إلى محافظة تختلف تماما عن واقع اليوم لكن بهذه المعايير. إذا أنت تقول أستاذ جاسم يجب أن تكون يعني الميزانية توضع بالمكان الصحيح. في المكان الصحيح. وفي ميزانية كربلاء في هذه ال4 سنوات الميزانية لم توضع في أي سنة من السنوات في مكانها الصحيح. شكرا لهذه المعلومة. زميلي اسمحني أنه أنتقل بالكلام إلى الأستاذ زهير أبو دق الخفاجي رئيس كتلة المواطن. أستاذ زهير ائتلاف المواطن إن شاء الله إحنا ندعو للجميع بالتوفيق. أستاذ زهير أنت لست عضو مجلس محافظة في هذه الدورة، والآن يعني إذا رأيت أن ميزانية كربلاء وما موجود فعلا من مشاريع منجزة، هل هذا يتلائم مع الميزانية ومع ما هو موجود على الأرض؟ هذا الأمر الأول. والسؤال الثاني شنو اللي تقدرون تضيفونه إذا نجحتوا بالانتخابات، وشنو اللي تحاولون تغيرونه في سبيل خدمة مدينة الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين عليه السلام؟ حسنتم. أولا أحب أضيف أنه كتلتين نسيتهم بالقائمة داخلين، كتلة الانتفاضة وكتلة التضامن وكتلة العدالة والنهوض، ذول ثلاثة لازم. وأنا أعتذر أنه نسيتهم. من حق الانتفاضة الشعبانية كان لها دور جدا صحيح. كبير في مقارعة الظلم والاستبداد اللي كان يمارسه نظام المقبور صدام حسين. أما مسألة سؤالكم اللي ذكرتوه، أنا أيد قول الأستاذ الفتلاوي. حقيقة الميزانية إذا نقدر نأمنها إلى بشكل دقيق للمشاريع الصحيحة نقدر نستغلها ونستفاد من عدها بشكل واسع للمحافظة. وعندنا تجربة سابقة في عام 2004 يتذكر سيد محمد، 2004 ما كان عندنا ميزانية، ما كان عندنا ميزانية، واشتغلنا بالنخوة، النخ الطرق والنخ البلديات والنخ، وسوينا مشاريع بسيطة على قدم مثلا طرق بالسبيس وتعبيد بعض الطرق. لذلك أقول مهما تكون الميزانية شقد قيمتها نقدر احنا نجيرها لصالح مشاريع مهمة تبرز على وجه المحافظة. ولكن احنا نحتاج أن نفرق أول مرة بين ميزانيتين أشار إليها بشكل خفي السيد محمد من طريقة. أولا ميزانية الزيارات المليونية، هذه الميزانية يعني ميزانية كربلاء قاعد تروح بعدد ورقم كبير منها إلى هاي الزيارات المليونية، وهي ميزانية مدينة حالها حال باقي المدن العراقية. هاي الميزانية ما محسوبة، ميزانية الزيارات المليونية. احنا عندنا كم زيارة مليونية في كل العام؟ مقدر 50 مليون زائر يصل إلى كربلاء. فالميزانية اللي توصل إلى 200 أو 300 مليار هذه ميزانية مدينة بالوضع العادي. أما الميزانية الطوارئ اللي هي الزيارات المليونية وزيارات ليالي الجمع
كل الازدحامات اللي تحصل في محافظة كربلاء اللي تحتاج إلى عمل دؤوب، وهذا أضيف إلى أنه كل المشاريع عم تتوقف في هذه الفترة، قطوعات والمشاريع. عفوا أستاذ زهر، أعطيك المجال تتحدث، ولكن ملاحظات. ما هو الجديد الآن؟ أنت سمعت من الأخوة الأعزاء السيد محمد والأستاذ جاسم مشاكل مرت بها الدورات السابقة والدورة، ما هو جديد إن شاء الله إذا وفقت وفزت، ما هو الجديد الذي ستأتي به إلى محافظة كربلاء؟ بكلمة بسيطة حتى أنتقل للأستاذ فلاح، لأنه هو أيضا كان عضو مجلس محافظة وخاض الانتخابات، وكان أيضا مسؤول على لجنة الاستثمار. الأخوة أشاروا أنه مو الميزانيات هي الأصل، ولكن مطالب المحافظة كثيرة، والمحافظة من مقابل المحافظات الأخرى متأخرة كثيرا في تنفيذ مشاريعها. ما هو جديد؟ سبب مشاكل، وأشار لها أستاذ جاسم، مشاكل موجودة في مجلس المحافظة والمحافظة، منها مشاكل سياسية أثرت على المحافظة. نرجو أن هذه الدورة القادمة أن لا تؤثر أي مشاكل. قال الأستاذ إحنا من طيف واحد في مدينة كربلاء، ما عندنا من طيف آخر، يعني كنا طيف واحد، ولكن جهات سياسية مختلفة. نعم، هذه الجهات السياسية أثرت، وقال الأستاذ منافسة غير دقيقة وغير صحيحة حصلت، وهو هذا سبب كل محافظة كربلاء وأبناء كربلاء حسوا. لذلك عندنا مشاريع مثل البساتين قاعد تدهور، الأمور الخدمية قاعد تضعف، الجسور اللي تفرض من الوزارات وتتلكى وتعطى، عدم المراقبة على المقاولين. أنا ما أسمع أول مرة أسمع أنه مقاول ثاني وثالث وربما يوصل لرابع. لماذا الوزارة؟ هذا رقابة، هذا يحتاج رقابة. لماذا الوزارة، حتى أنتقل للإستاذ، لماذا الوزارة يأتي وزير البلديات على سبيل المثال، لا أقصد وزير البلديات بالاسم، لماذا يعطي المقاولة إلى فلان الفلاني يقرب للوزير من أنا لا أريد نسميه بهذا المعنى. أنا أقول إحنا كمحافظة لا نسمح للوزارات أن تقيم مشاريع إذا ما يكون بالاتفاق مع مجلس المحافظة. هذا شعار يجب أن نطرحه ويجب أن نتكاتف عليه ضمن برنامجنا الانتخابي. هذا لازم، لأنه إذا تدخل الوزير بدون علم عن واقع المحافظة وما تحتاج المحافظة، يسبب لنا جسر ما أكو طرق ثانوية لتسييرها، وهذا ما حصل. دكتور هذه نقطة مهمة، يجب أن نوظف، يعني أن أن أن, أن تعمل مجالس المحافظات بدون الرجوع للحكومة المركزية. يعني هذا اللي ربما لا بدون رجوع ما نقول بدون رجوع، لأنه أولا بالتنسيق يجب أن تكون الوزارات تنسق، مو قاعد مخطط في بغداد. أشير إلى نقطة جدا مهمة وشرتها استراتيجية لهذه المشاريع. دكتور أكو نقطة مهمة جدا مهمة، المصمم لا يسأل. يعني إذا كان المشروع بعد فترة من لا يستشير ولا يسأل؟ لا المصمم اللي يصمم المشروع بعد مدة يظهر المشروع هذا غلط أو بمشكلة مثل هاي الجسور، المصمم غير مسؤول. إذن لا يسأل عن شيء، بحث قبل ما يصمم هذا التقاطعات اللي تصير أو شيء. أنا أترك الموضوع للآخرين. نعم، تفضل أستاذ فلاح. أستاذ فلاح، أنت خضت الانتخابات السابقة وأيضا كنت يعني نوهنا سيد محمد أنت عن هيئة الاستثمار، عفوا العمار والاستثمار وجهان إن شاء الله. أنا أخالف الأستاذ زهير، يقول يعني إحنا لازم نرجع للحكومة المركزية. أنا كوني من أبناء مدينة كوني من مدينة كربلاء المقدسة، أنا وأيضا أستاذ جاسم يعني يجوز يوافقني الرأي، أنا أقول يعني إحنا ما نرجع، إحنا كونا محافظة ومدينة كربلاء لها خصوصية خاصة، يجب عندما نقيم مشاريع لا نرجع للحكومة المركزية، لأن كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. مو يجب أن نضع نحن المشاريع، ويجب نحن أن نصمم المشاريع. مثل الآن مجسر باب طويريج لا توجد فيه استدارة، الوزارة قامت بإجراء هذا المجسر بدون علم المجلس المحافظة ولا المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشير إلى أنه التنظيم الإداري بالعراق حصل تطور كبير به بعد السقوط. التنظيم الإداري هو اعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية، وإذا جينا إلى الدستور العراقي وقانون 21 لسنة 2008 وضح نقاط أساسية،
النقطة الأولى، الدستور العراقي باعتبار هو المرجع الأساسي حدد بالمادة 110 من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تتعلق بالأمن، السياسة الخارجية، السياسة المالية. جانب المادة 114 من الدستور حددت الصلاحيات المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وما بين حكومة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجالات أخرى. المادة 115 جعلت من القانون المحلي أو التشريع المحلي الأولوية في التطبيق، وبالتالي أنه على مجالس المحافظات أن تمارس دورها باعتبار استناد المادة 122 من الدستور أيضا اللي نصت على أنه تتمتع المحافظات غير المنتظمة في إقليم بصلاحيات مالية وإدارية واسعة، وجعلت من مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريعية ورقابية. فبالتالي الدور الأول والأساسي يكون المركزي هو أن يمارس مجلس المحافظة سلطة التشريعية المحلية بإصدار تشريعات تلبي حاجة المواطن. ونظام الإدارة المحلية المعتمد في العراق من خلال تسميته بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم هذا ليس النظام الوحيد بالعالم. شنو الحل الثاني؟ الحل الاساسي نشوفه استراتيجي بالنسبه للمرحله القادمه كقائمة تبنيتوا هذا المشروع وهذا البرنامج حتى تتميزون عن البقيه. المحافظه غير المنتظمه في اقليم هي كيان لها شخصيه معنويه مستقله عن الحكومه الاتحاديه، لها صلاحيات ماليه واداريه واسعه. يمارس مجلس المحافظه الصلاحيات التشريعيه باعتبار يلبي الحاجات الضروريه والملحه للمواطن المحلي، وبالتالي صلاحيته تاتي من خلال ما يصدر من مجلس المحافظة. ودور المحافظ استنادا للمادة 31 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم أنه على السيد المحافظ المنتخب من قبل مجلس المحافظة أن ينفذ قرارات المجلس، وبالتالي فإن العملية يعني المشتركة قرارات مال يعني يقرها المجلس المحافظة، المحافظ ما يقررها؟ احنا من خلال التجربة السابقة والخلال يعني مجلس المحافظة عندما يقرر في موضوع معين بالإجماع أو نعم. يعني وصل إلى النصاب يعني المحافظ أنا من خلال ما أشار إلى الأخوة خاصة هذا السؤال يوجه لسيد رئيس مجلس. حقيقة من خلال ما أشار إلى الأخوة العمل يجب أن يكون عمل تكاملي وعمل مشترك. مجلس المحافظة يمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية بنص القانون، والمحافظ هو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، فبالتالي العمل التكاملي يقتضي المشاركة ويقتضي الاتفاق ويقتضي أنه تحقيق جعل من مصلحة المحافظة هي المصلحة العليا. لذلك البرنامج من يطرح بشقين، جانب السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس المحافظة والسلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظ. هناك عقبات عندما مجلس محافظة كربلاء يرفع ملف إعمار. نعم. هناك الوزارات تأخذ على عاتقها موافقة وإرسال صور للمشروع. هذه بصراحة معاناة كبيرة، وهذا بصراحة أعتقد لربما التجربة الحديثة فرزت هذه المشاكل. إذن المستقبل القريب يجب تخطي هذه المشاكل من خلال تنسيق أولا، وثانيا على البرلمان. بصراحة من نجي إلى الدستور نجد أنه أكثر من 55 مادة أنه يجب أن يشرع بقانون. إن شاء ومن الله أهمها سمح الوقت راح أرجع لك، بس أسألك سؤال قبل أن أنتقل للحاج زهير أبو دقة. نعم. لماذا رئيس القائمة سيد يوسف الحبوبي الآن يعني هو الآن مريض ما أقدر يحضر؟ لماذا الانتخابات التي مضت دخل بقائمة واحدة والآن ضمت قائمته 54 ناخب؟ حقيقة بالنسبة ما يتعلق بجناب السيد يوسف الحبوبي كانت التجربة أكيد لكل مرحلة ظرفها الخاص، وأعتقد التقييم يرجع إلى السيد يوسف بأن دخوله كمنفرد، والآن ارتأى أن يدخل بصراحة بقائمة. الهدف الأساسي هو تضافر جميع الجهود باعتبار أنه مجلس المحافظة مجلس منتخب ويمثل تطلعات الناس، وبالتالي الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد يستطيع من خلاله أن ينفذ السياسة أو البرنامج الانتخابي المراد تطبيقه بالتعاون وبالاشتراك مع كافة إن شاء الله الكيانات الأخرى. شكرا على هذا الإيضاح. احنا نريد نتحول إلى سيد محمد باعتبار رئيس مجلس محافظة كربلاء. يعني سيدنا بعض الأخوة الحاضرين ضيوفنا يقولون يعني يجب أن يكون هناك ائتلاف وتكاتف، يعني أعضاء مجلس المحافظة عندما يختارون موضوع ويتم التصويت عليه. عفوا هناك نقطة جدا مهمة هي قضية الروتين، المجلس يرفع أوراق لمشروع والوزارة تعرقل هذا المجلس. تفضل سيد المايك لو تسمح قريب حتى الأخوة المشاهدين يسمعوك. طبعا احنا مرات هسه نتحدث بالمثاليات ونتحدث بالكذا، بس يشهد الله من خلال خبرتي المتواضعه بهالفتره هاي والفتره السابقه اللي كنا بيها ويا هذا، يمكن اقول لك احنا نخوض بصف الاستكان. قل لي ليش؟ لانه اكو دكتاتوريه. اكو دكتاتوريه. انا اسولف لك سالفه قبل سنه ونص، قبل سنتين، دكتاتوريه في سبيل
الأخذ الصلاحيات من عندنا كحكومات محلية. إحنا قبل سنتين تتذكرون المظاهرات اللي طلعت، نعم، واللي هي طلعت في سبيل الخدمات والتقصير في كل العراق، نعم، يعني ما استثنت محافظة نهائية. كربلاء من ضمن المحافظة. من ضمنها كربلاء. مباشرة صار اجتماع في مجلس الوزراء بعد ما كان حاضر دولة رئيس الوزراء، أنا تداولت بالموضوع وبعد أنا ما حضرت نهائياً اجتماع. قلت لهم إحنا من طلعت المظاهرات علينا انسبينا إحنا في محافظات وانغلط علينا إحنا وانضربنا حجار إحنا، بس من قعدنا ويا المواطنين سمعنا من عندهم إيش رادوا؟ رادوا كهرباء يمكم، رادوا بطاقة تموينية يمكم، رادوا كذا يمكم، أخذ الصلاحيات يمكم، الفلوس يمكم. ترى احنا خلينا نكون واقعيين هسه استاذ جاسم، بس بالرخص استاذ حيدر، بايجاز 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 نقسم الوقت بايجاز انا بايجاز الوزارات ليش ما يتعاونون ياكم بايجاز. انا اقول لك اكو ديكتاتوريه واكو تعنت في سبيل سحب الصلاحيات والدستور قفزوا على الدستور. انا اقول لك من اقول لك قفزوا ذيك ستحدث استاذ جاسم بانه اكو منظمات تعين منظمة، شنو المنظمة هي تعين زين؟ هذا قفز على الدستور. ترى حتى تكون بالصورة، احنا يشهد الله احنا قاعدين هنا اكثر شيء تحدي في سبيل نحافظ على مكتسب الديمقراطية. اكو من يحاول ان يقفز على الديمقراطية، اكو من يحاول ان يخلي يرجع الحزب الواحد. بس من رخصتك استاذ، من يرجع الحزب الواحد، بس احنا كل الكتل اللي موجودة ما نسمح أن يرجع صدام ولا عدي ولا حسين كامل. نعم أكيد أكيد أكيد. سيدنا معذرة، إحنا حقيقة الكلام يعني ذو شجون من خلال الآن ما تفضلت، لكن نكم إن شاء الله مع هذا الفاصل بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل وسوف نكمل معكم. في هواك هل أرى هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني بعد الفاصل لكي نكمل مع أخوتنا الأعزاء هذه الحلقة الخاصة. سيد قبل أن نرجع سيد محمد، هناك قضية مهمة. نعم. تذكر الحادثة صارت حادثة النخيب. نعم. بالتالي مجلس محافظة كربلاء قتلوا بمجزرة بشعة على يد الإرهاب والتكفير اللي كان متواجد بهذه البؤر الإرهابية في منطقة النخيب، ويعني مجزرة كان لها يعني فاجعة كبرى ولها صدى كبير في الساحة العراقية. نعم. سيدنا أنا أتذكر جنابك وصلت للرمادي وجبت المطلوب وتتبنيت القضية قضية الأنبار، وبالتالي القضية دفنت. يعني أنا أحب أطرق موضوع المظاهرات الآن بالرمادي. نعم. اللي هي المطالب طبعا أكثرها مخالفة لمطالبنا، يعني مع الأسف للدستور. ايه مخالفة للدستور. يعني انا قبل فترة اجاني كتاب من مجلس الوزراء برئاسة السيد حسين الشهرستاني بارجاع البعثيين واعطاهم حقوقهم الارهابيين. هاي مطالب المتظاهرين. نعم. طبعا هذه كلها مخالفة للجو اللي عام اللي احنا في يعني كربلاء وغير المساله والعداله. يعني بس اسمعني، انا اقول لك احنا القاعد يصير مع الأسف، شوف بسبب
بسبب هذه المظاهرات، واللي هم الدولة قالت عبارة عن فقاعة. هذه الفقاعة إذا فقاعة فعلا ليش ما يصير بيها إجراء؟ ليش ما يصير بيها إجراء؟ إذن أكو ضعف. بنفس الوقت إحنا حقوقنا، من هو أهل الضحايا؟ الضحايا ترى عندنا. هسه لو تجي في كل بيت تلقى ضحية، في كل بيت تلقى شهيد، في كل بيت تلقى مأساة. يعني شوف، احنا مجرد رحنا الى منطقة الرمادي في سبيل ارجاع حق المخصوبين. شنو صار؟ بدك تسولف لي اللي صار بصورة موجزة مباشرة بعد ما سمعنا بانه عوائلنا واخواتنا في منطقة ال160 موجودة واخذوا عوائلهم. مباشرة تحركنا للمنطقة ورحنا جبنا النساء وجبنا الضحايا. ثاني يوم رحنا تحركنا وفق قانون، يعني ما معقولة تطب قوة إلى الرمادي بدون قانون، وإلا عشرات السيطرات. يعني. نعم، وجبنا وفق أوامر قبض مباشرة ثاني يوم، وأوامر القبض موجودة في كربلاء. يطلعوهم مباشرة بنفس اليوم، ولحد الآن أوامر القبض موجودة. الدور تنعاد بالضبط. الصير علي اللي حاول ارجاع حقوق الناس، دفاع عن المغدورين. نعم. انا صدروا علي امر قبض، وطبعا انا منو اي جهه اللي صدرت؟ سيد جهه امر قبض من محكمه الرمادي ومن بغداد وكل الاطراف. بالتالي اهل كربلاء وقفوا وياك سيد. نعم، انا مو هنا المساله، بس انا اقول لكم احنا طبعا الجو العام عندنا في مناطقنا مظلومه. الجو العام، يعني برأيك المظاهرات اللي حثت في المنطقة في المناطق الغربية قدرت أن تضغط على الحكومة وتتنازل؟ نعم. الحكومة نازلت من 33 مطلب، نفذت 32 مطلب. نعم. يعني أنت شلون أنت عندك ضحية. بنفس الوقت شوف، أنا ولو أخرك، شوف إحنا اللي قاعد ذاك اليوم أجتني مرة للمجلس قالت لي سيد أنا عندي كومة جهال وابني ما عنده عشاء وزوجي استشهد بالارهاب، راح باقلق منظم مال قنينه غاز وانحكم 7 سنوات. هذه المره اللي اجتني. شوف احنا الكبار لخفوا الدوله وباقوا الدوله ملفات مال فساد احنا رافعين الى بغداد، والله ما حد اتخذ اجراء بيهن، ما حد اتخذ اجراء. عشرات. تدري ليش؟ لانه انا ما عندي حزب، أنا ما عندي كتلة. يعني المستقل ما عنده حزب، يعني نعم. يكون ضعيف. القوة اللي عنده حزب، اللي عنده، ومو كل الأحزاب، أكو أحزاب السلطة. أحزاب السلطة هي اللي قاعد تأثر. وصلت الفكرة. نعم. سيدنا عفوا، إحنا نتحول في حديثنا إلى أستاذ جاسم الفتلاوي. أستاذ جاسم حقيقة هي يعني إحنا الحديث صح على الانتخابات، لكن لا بأس أنه نسمع هذه المعلومات ويسمعها الأخوة المشاهدين في هذا الموضوع. خاصة أهالي كربلاء. نعم. فجعوا بهاي الفاجعة الأليمة. نعم. فإحنا الظاهر مدينة كربلاء مظلومة، مو فقط في موضوع الخدمات ولا موضوع الإعمار ولا موضوع المشاريع، ولكن حتى في موضوع الدفاع عن نفسنا إحنا مظلومين. يعني سؤال يخص قائمة الائتلاف الأحرار، سيدنا أستاذ جاسم، يعني شنو اللي جعلكم كقائمة أحرار تدخلون وحدكم ما تأتلفون مع بقية مكونات المحافظات سواء بالوسط والجنوب؟ أحسنت. يعني قبل لا أجيبك على هذا السؤال أعقب على كلام سيد محمد. أعتقد كتلة التيار الصدري، ليس كتلة الأحرار، التيار الصدري هو أول من دافع. نعم. عن حقوق المظلومين، ووقفنا بوجه الإرهاب وبوجه البعثية عندما لم تكن هنالك حكومة في بغداد. صح. والكل يشهد بذلك. بغداد لكان الإرهاب قد أوصلهم، الآن حكام بغداد لكان الإرهاب أوصلهم إلى البصرة لولا موقف التيار الصدري وأبناء التيار. صح. الصدري. والعدو يشهد قبل الصديق. هذا واحد. أما دخولنا بقائمة واحدة، نعتقد حسب قراءتنا للساحة إن شاء الله، يعني نتوقع أن تكون ائتلاف الأحرار لها الأغلبية في المقاعد في المجلس القادم، حتى نستطيع بالائتلاف مع بعض القوائم التي نتشرف أن ندخل معها بائتلاف ونشكل حكومة يكون لها القرار، حتى نبني محافظة كربلاء وفق ما نرتئيه ووفق ما وضعنا لها من خطة. ما الذي يتوجب علينا الآن في الوقت الراهن؟ الآن الأمة العربية وبالتحديد الأمة الإسلامية
والآن لا نخاف ولا نخشى أحد، يقولون المثلث الشيعي. الآن سوريا تمر بأزمة، والعراق في الأنبار، هناك قوة إقليمية قطر والسعودية محاولة ضرب الشيعة في أي مكان بالعالم والمسلمين. من الذي يتوجب علينا أنتم الآن رؤساء كتل؟ هل يتوجب عليكم التفرقة أو يتوجب عليكم الاتحاد وأن تكونون يد واحدة من أجل مواجهة هذه الهجمة الشرسة من قبل التكفير والإرهابيين؟ لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يزايد على التيار الصدري بمواقفه سواء الوطنية أو المذهبية. نحن أول من وقف وتصدى للتكفيريين دفاعا عن المذهب الشيعي، ونحن أول من تصدى للدفاع عن هذا البلد. خسرنا كثيرا في بعض المواقف الوطنية والمواقف الشيعية، ضحينا بالكثير من أبنائنا، كان لنا الدور الأول والريادي في مقاومة المحتل وإخراج المحتل، والحمد لله اليوم وصل البلد إلى هذا. نتمنى من الكتل السياسية أن تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة البلد ومصلحة المحافظات فوق كل الاعتبارات، ولكن هذا للأسف لم نجده. يعني ما الذي يتوجب الآن؟ ما الذي يتوجب عليكم، على كتلة الأحرار، على أمل الرافدين، كتلة المواطن، اللواء، كل الكتل الموجودة الآن؟ ككتل إسلامية حقيقة نعمل بالتكليف، بقية المحافظات نعمل بالتكليف الشرعي، وعندنا التكليف الشرعي مقدس، ما نراه من تكليف شرعي سائرين به يعني منذ الأيام الأولى إلى الآن، ومواقفنا واضحة للعيان إن شاء الله. بس أحب يعني أضيف على سؤاله أنه لماذا دخلتم بقائمة، هذا اللي نتوقع إن شاء الله قراءتنا للساحة، أنه ستكون لائتلاف الأحرار المركز الأول والصدارة في حصد المقاعد، وحينها سنري المواطن الكربلائي كيف العمل لكربلاء. صرتكم الأغلبية في مجالس المحافظة سواء في كربلاء أو غير محافظة، تقدرون تغيرون وصححون وتطون وعد للناس إذا احنا فزنا راح نسوي ما لم يعمله الآخرون، أم نفس الشيء يعني عن نفسي مسجل؟ عن نفسي مسجل، عن نفسي. لا أنا تحدثت قبل قليل، قلت الآن كتلة الأحرار دخلت بقوة وبقوائم كثيرة ودخلوا مستقلين لأنهم إن شاء الله سيحققون فوزا. نعم إن شاء الله. ما الذي توعدون الآن المواطن الكربلائي ونحن في هذا البرنامج وعبر أثير وشاشة الأنوار الثانية؟ ما الذي توعدون المواطن الكربلائي وأيضا في بقية المحافظات بقية الكتل؟ إن شاء الله إذا جاءت النتائج كما نتوقع أن نحصد المركز الأول، مثل ما الآن السيد معالي وزير البلديات يرتدي بدة العمل منذ بدء تصنمه للوزارة إلى اليوم، ومحافظ العمارة كذلك، نحن قد حضرنا بدلات العمل سنرتديها إن شاء الله منذ البدء أن نضع أقدامنا. لو لا لا يحتاج تغيير وكذلك هذا الأول، أنه بدلات العمل الآن محضرة وجاهزة، نرتديها عندما تسلم المناصب وننزل إلى الشارع، وهنالك قرار جريء وقوي لكتلة الأحرار في مكافحة الفساد الإداري، وهذا أيضا معروف على مستوى البرلمان وعلى مستوى المحافظات التي دخلناها، والتغيير إن شاء الله. نعد أبناء كربلاء بأنهم سيشاهدون شيئا آخر يختلف تماما عما شاهدوه في الفترة الماضية. الكلمة للأستاذ زهير أبو دقة، ماذا سوف تعملون لمدينة كربلاء أستاذ زهير؟ حقيقة كربلاء تحتاج الكثير. احنا قلنا لكم مقاعد فائزه ان شاء الله. احنا قلنا كربلاء تحتاج الكثير لانه تاخرت عن ركب المحافظات، ولو المشكله في كافه المحافظات، لكن كربلاء تخلفت في النهايه وصلت الى تضررت كثير من النظام ومن بعد السقوط. لذلك احنا كائتلاف المواطن اذا حصدنا المقاعد ان شاء الله وبتعاوننا مع الكتل الاخرى، لا يزايد احد يقول انه ناخذ كل المقاعد، الجميع يرى في نفسه نسبه. اذا اوافقك الراي، نسبه عاليه نسبه ناصيه، لكنه المهم التكاتف والتعاون وعدم التشنجات اللي ذكرها السيد، لان هي سبب تاخر العمل. تعاون الجهة التشريعية العليا في المحافظة اللي ذكرها استاذ فلاح، وتعاون الجهة التنفيذية جنبا إلى جنب، يحدث الشيء الكثير لكربلاء إن شاء الله. إذن آني وأيضا السادة المشاهدين وأيضا الزملاء الموجودين وأيضا زميلي دكتور صلاح نؤيد ما قلت به، نحتاج الآن في الوقت الراهن تكاتف الأيادي، لحمة حتى نستطيع أن نقف بوجه الهجمة الشرسة التي
تواجهنا من قبل التكفير الارهابي. الدفاع عن المصالح الحزبيه بالضبط. ولذلك يعني احنا من الان بدانا نتصل، والسيد حضر لنا والاخوه تيار الصدر حضرونا جماعه، والسيد الحبوبي واخرون كله قاعد نتحرك بهذا الهدف، انه كيف نحيي قوه اللحمه بعد الانتخابات. وهي هذه الاساس، ان نعد شيء. هذا شيء. ماذا نعد؟ نعد باللحمه. اذا اللحمه صارت كل شيء. اذا كانت هناك يد واحده وقويه كل هذه الامور كل المشاكل. احسنتم. حتى نستطيع ان نقف امام الحكومه المركزيه اذا تدخلت في غير صلاحياتها. اذا نحن نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. توفيق للجميع. نؤكد على دولة المؤسسات، هي إذا رجعت دولة المؤسسات أنه هاي مؤسسة تعمل بوفق قانون وما رسم لها بالدستور والقوانين الخاصة، إحنا إن شاء الله بخير. شكرا جزيلا. عفوا أستاذ فلاح، باقي تقريبا 4 دقائق، لك دقيقة ونص. هل تستطيع يلا ايش قد دقيقتين؟ نعم. هل تستطيع قامه اللواء اذا كان لها مقاعد كثيره ان تغير مما هو، لانه قامه اللواء في المرحله السابقه ما سوى شيء، لانه متمثله بسيد يوسف الحبوبي وهو شخص واحد، حتى اذا اريد يغير شيء امام الكم الهائل من المقاعد ما ممكن. بصراحه النظام الانتخابي اللي طبق في هذه الانتخابات نظام لا يسمح بالاغلبيه، نظام يسمح بتوزيع المقاعد على عدد الكيانات السياسية، ولربما أغلب الكيانات السياسية المشاركة سوف تحصل على مقاعد. البرنامج الانتخابي بعد دراسة قانون مجالس المحافظات والدستور العراقي الذي وضع صلاحيات لمجالس المحافظات من جانب، مع تحديد مشاكل واقعية لمدينة كربلاء، تم إعداد برنامج انتخابي واقعي يلبي إن شاء الله الطموح بالسعي الجاد وتضافر الجهود، باعتبار أن الدخول إلى مجالس المحافظات سوف يحتاج إلى ائتلاف لقوة تتفق كلمتها على خدمة هذه المدينة المقدسة. وقد اتفقت كلمة إن شاء الله المرشحين ضمن كيان اللواء البذل كل ما يملكون من أجل هذه المدينة المقدسة. نعم. شكرا جزيلا. كلمة مختصرة بنصف دقيقة لجميع الضيوف. نعم، نبتدئ بك. كربلاء الحسين تستحق منا أن نبذل كل ما نملك من طاقة وجهد وكفاءة، ونقدم إن شاء الله الكثير إن شاء الله. شكرا جزيلا. أيضا حجي تفضل، كلمة أخيرة توجهها من خلال هذا البرنامج لأهالي كربلاء المقدسة، وسوف تسجل عليك في هذه القناة. كلامي إلى محافظتنا وأهالينا في كربلاء من الريف والمدينة وجميع الأماكن، بساتينها ووديانها، نقول لهم اختاروا الشخص الجيد والشخص المناسب في المكان المناسب وحسب الأوصاف الشرعية اللي وصفها المراجع، ونتمنى التوفيق للجميع. سيد محمد، كلمة أخيرة وسوف تسجل عليك أيضا. يعني أنا عندي مسألة مهمة، اللي هي طبعا العراق أطى شهداء وأطى ضحايا في سبيل المكتسبات اللي هو المكتسب الديمقراطي. احنا يعني عندي كلمة أخيرة أقول بأنه خنحافظ على هذا المكتسب الديمقراطي وعدم القفز على هذا المكتسب أولا، لأنه من خلال أنت محافظتك على الديمقراطية وهذا الجو الديمقراطي أنت تقدر توصل إلى أن كل النتائج اللي تتمناها. شكرا جزيلا. أستاذ فلاح، كلمة أخيرة. أستاذ جاسم. أعتقد يعني الكلمة الأخيرة أقول أن كربلاء كانت أمانة في أعناق المحافظ وأعضاء مجلس محافظة، اليوم رجعت في عنق المواطن هذه الأمانة الكبيرة. اختر شخص بصوتك يناسب هذه الأمانة، صوتك أمانة شرعية عندك، لا تجامل به، أحسن الاختيار تجني الثمرة. ومن خلال هذه الكلمات التي وعدتم بها المواطنين، هناك أيضا وعد سوف نوعد به أنا وإياكم المواطنين، فلنتوحد جميعنا تحت راية الإمام الحسين إن شاء الله هذا أحد. نعم. شكرا جزيلا لكم. مشاهدين، في ختام حلقتنا وهذه الجلسة الحوارية لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفي الكرام، كل من الحاج زهير أبو دقة رئيس قائمة ائتلاف المواطن، والسيد محمد الموسوي رئيس قائمة أمل الرافدين، والأستاذ فلاح ممثل عن قائمة اللواء، والأستاذ جاسم الفتلاوي رئيس قائمة كتلة الأحرار. شكرا جزيلا يعني شرفتونا بحضوركم. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الجلسة لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي معكم إن شاء الله تعالى في جلسات أخرى ولقاءات أخرى.
نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موطني 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 الشباب لي كل همه أن تستقل أو يبين أو يبين أو يبين أو يبين. نستقي من الردى ولن نكون للعدا وعيشنا المنكدا كلنا المؤبدا وعيشنا